بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي أسوان تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بنسبة بتصل ل100%، وفي شمال سيناء تم الكشف على 1008 حالة بالقافلة الطبية الشاملة في العريش. كمان في محافظة الغربية تم تطوير ورصف محور ترعة النعنعية بكفر الزيات، وفي بورسعيد تم بدء التشغيل التجريبي لجهاز إدارة تجميل ونظافة المحافظة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان أعلنت مديرية الطرق والنقل أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي 2023-2024، واللي بيصل إجمالي أطولها 50 كيلومتر وباعتمادات 131.5 مليون جنيه لتسهيل الحركة أمام المارة والمركبات من أهالي المدينة السياحية. في الشرقية أعلنت المحافظة عن تنفيذ 19255 مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3,246,421,000 جنيه، وتوفير 56,356 فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في 2015، وده لتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر. في شمال سيناء أعلنت مديرية الصحة أنه في إطار الاهتمام بأهالي سيناء تم توقيع الكشف الطبي على نحو 1008 حالة خلال اليوم الثاني من القافلة الطبية الشاملة في مدينة العريش، وده ضمن استمرار عمل المديرية على الإعداد المنظم للقوافل الطبية المجانية الشاملة لخدمة أهالي شمال سيناء. في المنيا أكدت مديرية الصحة أنه تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لـ 44,868 مواطن بتكلفة بلغت 105,369,000 جنيه، وتضمنت تقديم خدمات العمليات الجراحية والعناية المركزة والغسيل الكلوي والعلاج الخارجي لأمراض القلب والبطنة والأمراض المناعية وأمراض وعمليات الرمد. في الغربية بيتم العمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال رصف محور ترعة النعنعية بمدينة كفر الزيات، اللي بيتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعنعية حتى منطقة المصانع، بداية من طريق كافور بلشاي بطول 3.5 كيلومتر ومتوسط عرض 12 متر، وده بهدف تخفيف حركة سير سيارات النقل الثقيل على الطرق داخل المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير الوقت على مستخدمين. في البحر الأحمر استقبل مطار الغردقة الدولي 34,000 سائح من مختلف الجنسيات أغلبها أوروبية، قادمين على متن 173 رحلة طيران دولية مع تطبيق جميع الإجراءات القانونية اللازمة داخل المطار. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن بدء التشغيل التجريبي لجهاز إدارة تجميل ونظافة بورسعيد لتكثيف الجهود في إزالة المخلفات وأعمال النظافة بجميع أحياء المحافظة في الطرق والميادين والحدائق والمناطق السكنية، بحيث يتم تحقيق نقلة نوعية في تحسين مستوى النظافة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.